عليكم حليلواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم لالا بوتينه من قناه ديال الزلاله بوتينه شيوات. لالا بوتينه، حلقه اليوم ان شاء الله ما تكونش خاصه بالشيوات وبالوصفات، حلقه اليوم تكون خاصه بتنظيف لي بلاكار. من بين الاسئله اللي كطرح ليا كثير كثير على القناه وكيك على حسابي على سناب شات، اغلبيه الاخوات تيتسائلوا كيفاش كنقدر نحافظ على لمعان لا كويزين وخصوصا لي بلاكار، كيف ما تنعرفوا تيقلبوا على الماء وتيتوسخوا بسرعه، وسي با ايفيدون بالنسبه للناس اللي عندهم اطفال صغار. وكيف ما تتلاحظوا المطبخ عندي مفتوح، يعني ضروري يكونوا دائما في حاله جيده. اليوم نقدم لكم مجموعه من الاقتراحات الناجحه والبسيطه والاقتصاديه اللي في متناول كل السيدات، يعني بمكونات متواجده في كل منزل لتلميع وتنظيف لي بلاكار. وبالنسبه للسيدات اللي عندهم خدوش او ما شابه ذلك، فهذا كيحتاج طرق اخرى للتخلص منها. الا كان عندكم هذا المشكل ودعوا لي اسئلتكم اسفل لافعيد، انا نصور لكم فيديو اخر كيعالج هذا المشكل ديال الخدوش على مستوى لي بلاكار. قبل من ذلك ما تنساوش حبيباتي تضغطوا على الجرس الموجود بجانب كلمه اشتراك باش توصلوا بجديدي يوميا. نبدا باولى الطرق على بركه الله. نحتاج مناديل مبلله او ديلانجات الخاصه بالاطفال، نقبطوا لانجات ونمسحوا بها جميع الاماكن اللي متراكمه عندنا فيها الاوساخ او فيها اللمعه. وبهالطريقه غادي نكونوا نظفوا بسهوله وبدون ما نخدشوا البلاكار ديالنا. الطريقه الثانيه وهي الماء الخاص بمسح الزجاج، نرشوا بعض القطرات من الماء الخاص بمسح الزجاج ونقص منديل يكون نظيف. يمكن لك السيده تستعمل غير بابي اسوي او بابي ابسوربون او الورق النشاف اللي كنستعملوا في المطبخ، حتى هو كيعطي نتيجه مرضيه. كنحتاجوا بالنسبه للطريقه الثالثه ما متوفرة للسيدة، يمكن ولو يكون وفي لها الأجال، يعني يكون تاريخ الصلاحية ديالها منتهي أو يمكن تكون جديدة. بالنسبة لي أنا هاد لاكخيم مبقاش عندي به الغرض، فكنخصو لهاد المهمة، يعني تندهن القليل من الكريمة على البلاكار، ثم بعد ذلك تنمسحو بمنديل وراءه يكون نظيف جدا. او يمكن السيده تستعمل غير ورق النشاف الخاص بالمطبخ كيف ما تنقول دائما، تيوفي بالغرض، تيعطي لمعه وتينظف بشكل رائع جدا. ويمكن السيده كذلك تستعمل لي ديماكيون، يعني لي لانجات اللي كنمسحوا بها. الطرق هي بسيطه جدا لكن عندها نتيجه فعاله. بالنسبه لي كنستعملها حتى في تنظيف البيانو. بالنسبه للسيدات اللي عندهم بيانو وتيغلبهم في التنظيف ديالو، فيستعملوا هاد الطرق وان شاء الله يلقاو نتيجه اللي كترضيهم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش تعملوا لايك فيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو ابوني سبسكرايب اشتراك، وما تنساوش ضغطوا على الجرس الموجود بجانبه باش توصلوا بجديدي يوميا. وكيف العاده اللي عنده اي استفسار اي طلب مرحبا به على الراس والعين، تدعوا لي اسفل الفيديو وان شاء الله نجاوب عليه.